الداخليه كان دايما في الدوري الممتاز فريق صعب، فريق مش سهل، يكسب الاهلي، يكسب زمالك، يتعادل مع الاهلي، يتعادل مع الزمالك، يعني دايما فريق عنيد، ما كانش فريق سهل في الدوري الممتاز. اخر موسم ليه اللي هو موسم 2018 2019 في الدوري الممتاز حصل بعض النتائج يمكن المتراجعه شويه وهبط فريق الداخليه، بس دي اهو بيرجع بسرعه لنادي الداخليه عشان ما يغيبش عننا، بقى عنصر اساسي وعنصر معتاد في الدوري الممتاز. اثنين من نجوم هذا الفريق، اثنين من النجوم اللي ساعدوا الفريق بشكل قوي جدا للصعود هذا الموسم للدوري الممتاز، كابتن سمير فكري والكابتن عبد العزيز السيد ضيوف في هذه الفقره. كابتن سمير مشرف ومنور. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. مليون مبروك الصعود. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله والله. كابتن عبد العزيز مليون مبروك الصعود عن كل استحقاق وجداره، ومشرفني ومنورني. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. اخبارك ايه؟ تمام. كله كويس؟ تمام. طيب ابدا معاك كابتن سمير، عشان انت اللي بتجيب الاجوان، انت لله. الهداف. الحمد لله. انت هداف الفرقه السنه دي، 12 هدف مظبوط؟ تمام. ده غير صناعه الاهداف. عامل 8. عامل 8 يعني أساس. 20 هدف انت مشارك فيهم السنه دي. الحمد لله. صح كده؟ الموسم بقى احكي لي كده الموسم من اوله لحد ما وصلت لهذه المرحله انك تصعد مبكرا الى الدوري الممتاز. لا والله الحمد لله، الاول يعني بحمد ربنا على الصعود وبحمد ربنا على الموسم ده. احنا بقالنا سنتين من ساعه ما هبطنا كنا بننافس لحد اخر ماتش، فاضل يعني بيبقى فاضل نقطه اتنين. صح. السنه فاتت كوكاكولا اللي هو بقى فيوتشر بعد كده فرق نقطتين، مع ان كوكاكولا كانت بعيد خالص عن المنافسه واحنا قريبين ليها احنا وبورتو. صح. بس الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي، يمكن اصعب من السنتين السنه اللي فاتت واللي قبلها بنزول طبعا فرقه دجله والانتاج الحربي. لا ده اصعب طبعا، يعني موسم اصعب وربنا عوضنا فيه والحمد لله قدرنا نخلص كمان الموسم قبل الدوري باربع جولات ولا حاجه الحمد لله، يعني ده انجاز رائع. طيب. فحاجه كبيره يعني الحمد لله. كابتن عبد العزيز، من الحاجات المعتاده لما انت بتحاول تصارع في دوري الدرجه الثانيه عشان تصعد للدوري الممتاز ومشيتش معاك مره واثنين فبتهبط الموسم اللي بعد كده وتقول لا خلاص مفيش فايده، وده اللي حصل مع الداخليه. بس حصل بالعكس، انه الداخليه موسم واثنين بيبقى قريب وما يطلعش الدوري الممتاز، وصمم السنه دي انه يصعد ليه الدوري الممتاز باداء رائع وبنتائج رائعه جدا. اكيد دي صعوبات وضغوطات كانت عليكم كلكم. يعني هو الحمد لله، بص احنا كنا مركزين جدا، اللعيبه كلها كانت مركزه، ويعني كابتن سيد المدير الفني كان محفظنا، يعني اللي هو لا احنا من اول مباراه، يعني من اول مباراه في الدوري، من اول مباراه زي اخر مباراه لازما 3 بونت 3 بونت كده. فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحسمها قبل البطوله، قبل ما تخلص يعني البطوله بخمس ماتشات الحمد لله. يعني طيب كابتن سمير، ايه الصعوبات اللي واجهتكم السنه دي بقى ككوره وكفرق بتلعبوها؟ انت عندك كان عندك زد، وكان عندك بتروجيت، وكان عندك فرق بقى مش ودجله، طبعا عندك فرق مش سهله، يعني كلها فرق تضايق، يعني كل ماتش من دول بقياس الدوري الممتاز هو ماتش قمه، انتوا ماتشات القمه والدربيات كانت كتيره. تمام. اتعملتوا ازاي معايا؟ لا هو اول حاجه اصلا احنا مش بنلعب بممتاز به خالص، يعني انا مش حاسس ان احنا بنلعب في ممتاز به. برافو عليك. احنا في مجموعه دوري القاهره والله العظيم. يعني احنا صعدنا الحمد لله دوري ممتاز، بس احنا كنا بنلعب في دوري ممتاز. حضرتك لو بصيت هتلاقي مثلا في المجموعه بتاعتنا 16 فرقه، فرقه او اثنين بس اللي ما لعبتش دوري ممتاز. يعني حضرتك عارف الزد بتروجيت، لا انديه كبيره يعني حتى زد ما لعبتش ممتاز، بس زد من الفرق اللي بتعرف تعمل تدعيمات كويسه وعندها كل الامكانيات. زد كانت متصدره اصلا الدوري قبل الدور اول الدور الاول ما يخلص مثلا بثلاث جولات، وهم الاول كان فرق 5 بونت. صحيح. بس احنا كنا يعني عندنا يقين بربنا اللي ربنا هيكرمنا السنه دي وربنا هيكرمنا من بدري. بصراحه برضو كلام الكابتن سيد لينا اللي احنا كل سنه بنقعد مثلا بنستنى ماتش على نقطه على نقطتين. صح. كان كلامه لينا ان احنا عايزين نحسمها من بدري، اللي احنا عايزين نخلصها من بدري عشان نرتاح ما نستناش لاخر ماتش وكده. طيب كابتن عبد العزيز، من الحاجات برضو المهمه اكيد اللي قابلتك الموسم ده مطبات، دايما بنقول عليها مطبات في الكوره. ايه المطبات اللي انت عديت عليها انت وفريقك وحسيت المطبات دي ممكن تعرقل المشوار، ممكن تضايقكم في المشوار؟ والله احنا كان عندنا ماتش القناه، في القناه الماتش ده كان فيه فرق 5 بونت تقريبا بيننا وبين زد، هو كان ماشي الاول يعني. فهم كسبوا حطوا علينا لود واحنا هناك، فاحنا لو كان لا قدر الله كنا مثلا عملنا نتيجه مش كويسه يعني تعادلنا او خسرنا، هم كانوا هيبعدوا بالفارق، كان هيبقى 8 بونت. فده بقى كانت الانطلاقه بتاعتنا يعني الحمد لله، وكسبنا هناك القناه خدنا 3 بونت وقربنا لحد ما احنا الحمد لله بقينا ركبنا يعني وبدنا ماشيين الحمد لله كويس. طيب كابتن سمير، انت بقى اهدافك 12 هدف، احنا برضو مش متابعين قوي اللي بيحصل تحت، يعني بنشوف المباريات الحاسمه المباريات الكبيره
تمام. وانا عارف ان دلوقتي دوري الدرجه الثانيه تحديدا بقى عنده شعبيه وجماهيريه، زمان ما كانش ليه شعبيه وجماهيريه كبيره، خلينا امناء مع بعض، لكن دلوقتي بقى في اضواء وفي مباريات بتتذاع وفي اهداف. اهدافك بقى ال 12 دول بصراحه كده كام واحد منهم ضربات جزاء؟ لا انا جبتش ضربات جزاء خالص ولا واحد. انا شوت ضربه جزاء في الزد ضيعتها اصلا. خلاص ما فيش. لكن ما جبتش لا ضربه جزاء. حلو. ما عشان كده سالتك السؤال ده عشان تجاوبني الاجابه دي. انا ما جبتش ضربه جزاء ولا واحده. ولا واحده والله. وثمانيه اسيست. وثمانيه اسيست. هداف. هداف صح؟ مهم. مهم. الحمد لله. لا طبعا سمير لعيب مهم، لعيب كبير طبعا. لو نزلت من غيره يبقى في مشكله. في مشكله. هو نفس النظام برضو يعني، زيزو من احسن واحد في الفرقه، اللي هو بيمسك الكره في تحت رجليه بشكل كويس قوي يعني، بينزل يستلم، هو اللي بيلعبنا قدام. كابتن سيد عنده ثقه فيه جامده، انزل يا زيزو استلم، انت اللي بتلعب الناس، انت كل حاجه في الملعب يعني، هو اللي بيلعبنا، هو اللي مديني الثقه دي كابتن سيد بصراحه. بس دي حاجه بقت مهمه في الكوره طبعا. ليه بقى؟ انه لعيبه الكوره حتى احنا بنشوفها من فرق على ماتشات اوروبيه، اللعيب اللي بيمسك الكوره ويعرف ينقل لك اللعب من الدفاع للهجوم، اللي بيعرف يعمل لك التحولات ديت، ده بقى اهم عنصر في الفرقه. وانت طبعا عشان انت الهداف. الحمد لله. جينا بس على عبد العزيز. طيب قبل ما نروح لعبد العزيز، ايه الهدف الغالي عنك قوي الموسم ده، الغالي جدا عندك الموسم ده؟ لا هو اكيد كلهم غاليين، واولادي والكلام الحلو ده، بس في هدف انت بعد ما جبته كنت فرحان قوي. هو بصراحه التلات اهداف الهاتريك في بتروجيت. الهاتريك في بتروجيت. لان كنا احنا اصلا يعني كنا عارفين اللي زد مع احترامي ليها وامكانياتها وكل حاجه، مش هي اللي بتنافسنا. كنا عارفين اللي هو لا بوتروجيت لا دجله بصراحه. زيد لسه يعني بدايه شغل وبدايه طموح، بوتروجيت عشان خبراته الكبيره يمكن في الدوري الممتاز، وانت خبراتك الكبيره في الدوري الممتاز ده لا اكيد له افضليه بالظبط. فاحنا كنا رايحين نلعب بوتروجيت وكان فرق 3 بونت او 2 بونت. فلو هي كسبتنا او حاجه كانت هي هتبقى الاول، او فرق هو الماتش. ده ماتش بتوجيت على هاتريك. ده ماتش بتوجيت. انا جبت فيه 3 تجوان. فده كان خلص كام الماتش ده؟ 3-2. اصلا انت اللي جايب التلاته، ما فيش حد جاب كمان. هم انا جبت الجون الاول. وبعد كده هم اتعادلوا وتقدموا علينا، وبعد كده انا جبت جونين. فدي يمكن اغلى اهدافي بصراحه في الموسم ده، ثلاث اهداف بتوع بتروجيت. الهاتريك. عمل لك عبد العزيز اي جول السنه دي ولا ما؟ لا انا اللي عملت له، هو اللي ضيع. هو اللي ضيع؟ في واحده كانت في الماتش عملتها له بعد ما جبت الثلاث اجوان، سهله خالص يعني. ضيعتها بدماغي. هو ضيعها. من الحاجات المهمه جدا انك تعرف تعمل اسيست كمان، انت عملت كام اسيست السنه دي؟ عملت 6. ستة. ستة. برضه سمير متفوق بتمانية. سمير. الحمد لله. سمير حريف. مين اللي بيلعب؟ واضح انه سمير حريف. الحمد لله. مش اللي هو اللعيب الهداف كده اللي بيشوط. كبير طبعا. هداف. هداف. صح كده؟ طيب